Easy go. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله في الفيديو غادي نعملو التمرين الثالث. قبل ما نبداو التمرين الثالث غادي نعملو واحد ديفينيسيون على ما معنى بسوغرو. اذا الديفينيسيون ديالنا كيقول سواغ ا منصوب نون فيد مينو دو لا لوا دو كومبوزيسيون انتر نوتي ايطوال اي اش انكليف او اون دي كو اش اي سو جروب دو او سي اي سو لومون سي. دونك الديفينيسيون ديالنا قالنا كنعتبرو واحد المجموعه او كتقبل واحد قانون التركيب الداخلي اللي رمزنا له ايطوال. وعندنا اش انكليف او، شنو معنى ديال اش انكليف او؟ في او يعني المعنى ديالو هي اش واحد جزء من المجموعه او. بحال هكذا هل المجموعه ديالنا او متفقين؟ دونك اش هي عباره عن واحد جزء من المجموعه او. كنقولو بلي اش اي سو جروب دو او سي اي سو لومون سي او جي ابارتونو اش، يعني اليمون نوتر ديال لونسومبل او كتنتمي اش. تاني حاجه كيك سوا اكس اي ابارتونو اش، اكس ايطوال اي ابارتونو اش، يعني دي واحد جوج العناصر كينتميو للمجموعه اش، مي سميت اكس ايطوال اي خصك تجبرهم كينتميو اش. هادي فين غادي تفكرنا؟ غاتفكرنا في ستابيليتي، يعني انتر، لوا انتر. تالت حاجه كيك سوا اكس ابارتونو اش، اكس موان زا ابارتونو اش، شنو معنى اكس ابارتونو موان زا؟ يعني السيميتري ديال اكس كينتميو اش، متفقين؟ دونك البروف غادي يعطيك نهار الامتحان يعطيك واحد لونسومبل غادي يقول لك بين نفس الجروب واحد لونسومبل اخر. دونك هنا عندك يعني الاختيار، واش تبينا بالطريقه الاولى اللي كنسميوها ديفينيسيون، ولا تبينا الطريقه الثانيه اللي هي بروبوزيسيون. دونك الطريقه الثانيه عندك الاختيار، يعني تبين بهاد ثلاثه، اما تبين ثلاثه المراحل او تبين هاد جوج مراحل، خسرتينا اللي عجباتك. دونك بروبوزيسيون كتقولنا سواء لونسومبل نون في مينيو دو لا لوا دو كومبوزيسيون انتر نوتي ايطوال اي H inclut E. On dit que H, هاي هذا ما كسبتوش هنا، دونك جيت كسبتانيش هنا. H اي سو جروب دو E، سي اي سو لومون سي. E ابارتنون H، يعني اليمون نوتر ديال E، خصك تجبرو كينتمي H. تاني حاجة كيك سوا X Y ابارتنون H، دي واحد جوج العناصر كينتمي للمجموعة ديالنا H، خصك تجبر X إيطوال سيميتري ديال Y. متفقين؟ غاتسمي X إيطوال سيميتري ديال Y. وغادي تبينو كينتمي لاش، بحيث إكغيك موان زا هو السيميتري دو إكغيك، متفقين؟ دونك باش تبين بلي اش إيسو جروب، إما تبين ثلاثة المراحل أولا تبين هاد جوج د المراحل، متفقين؟ من الأحسن أنا كنفضل بينو ثلاثة ومتبينوش هاد جوج هادي، حيت بعض المرة القضية كتمشكل شوية. كيما بينا هادي، دونك عندنا واحد بروبوزيسيون، هاد بروبوزيسيون مهمة بزاف، دونك كنحتاجوها. قالك تو سو جروب إي جروب، يعني تو سو جروب بحال دابا هاد اش، مي غادي نبينو سو جروب، يعني غادي حققنا التلاتة الخصائص غادي نقولو ليه سو جروب، حيت حققنا التلاتة الخصائص. دونك داك اش هو سو جروب، وفي الأصل تا هو جروب، متفقين؟ هاهي تو سو جروب إي جروب، يعني إلا بينتي سو جروب يمكنك تقول عليه جروب. بحال مثلا هاد بروبوزيسيون فين كنستعملوها؟ مي كيعطينا واحد لونسوم مثلا كيقولك بين بلي مثلا عطانا واحد لونسوم صعيبة، يعني صعيبة باش تبينها، كيقولك بينا بلي جروب. تسنى شنو كتعمل؟ كتبين السو جروب ديال واحد جروب اخر، واحد جروب كتعرف بلي تينا كتكون مع بلدي كتقول بلي هادي راها السو جروب ديال واحد لونسوم الاخر. اذا انا راه مبينا السو جروب، متفقين؟ مبينا غير السو جروب، دي جروب اخر وقول عليا جروب. حتى هادي ناظر، يعني ماشي ضروري تبين جروب، يمكنك تبين السو جروب وتقول عليا جروب. هذا هو الاستعمال ديال هاد بروبوزيسيون هادي، وهادي مهمة بزاف كنحتاجوها. دونك هادشي هذا اللي عندي. إذا نبداو الإكزرسيس ديالنا.